بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا عملنا تحديث إضافي أو جديد للمنصة. الهدف من التحديث إنه يكون أسهل من الفترات الماضية في القراءة. طيب، عشان نشرحه بكل بساطة، كل الاستراتيجيات تم تفصيلها على الشارت عشان يكون واضح عندك الدخول فين، واضح عندك كل الأمور. طيب، الان عندنا شاشتين، شاشه اسمها المضارب اليومي، المضارب اللحظي، مش اكتر من كده. دي على الفريم اليومي، دي على فريم ال30 دقيقه. عندك الاتي، عندك النموذج اللي بيبان عليه اشاره او الاستراتيجيه الدخول. بدل ما كنا بنحدد السعر، بقينا بنحدد ان النموذج ظهر في اي بار، زي مثلا البار السابق او البار او الان. ده الاكشن عندك هنا. دعم، ده المكان. امان، هل السهم الان تقدر، يعني في امان فيه ولا هو تشبع او خلاص قرب من اهدافه وفي مشكله. الوقف، ده الوقف اليومي. الهدف، عندنا هدفين، هدف اول وهدف ثاني. وعند التقييم، عملنا التقييم نسبة مئوية بحيث ان لما يكون في توافق في بعض الفرص يكون عندنا اللهم صل عليك يا نبي، يكون عندنا ناخد الاعلى تقييما. طيب، عندنا هنا لما الهدف بيتحقق بتطلع كلمة تحقق. ده الهدف كده تحقق بالنسبة لي. لو الهدفين متحققين فبتلاقي الهدفين مكتوب ان الهدفين تحققوا. تمام، ده بالنسبة للإشارة اللي امامنا في شاشه المضارب اللحظي، واللي زيها بالظبط شاشه المضارب، قصدي اليومي، المضارب اللحظي بالظبط، اللي هي نفس النظام، نفس الاليه، نفس الحركه. طيب، هي الموضوع كله الشغل فين؟ ان لما بتجيلي فرصه، لنفرض ان انا عندي فرصه زي التصنيع الان، جات لي فرصه مثلا على الشارت، فما دام على اليومي بفتح على اليومي، ما دام على اللحظي بفتح شارت ال 30 دقيقه، عشان يبقى ثابت عندي كده شارت ال 30 دقيقه. طيب، عندي هنا، او خلينا نرجع لليوم تاني عشان نطبق. عندي هنا ده الاتجاه، ده مؤشر اسمه مؤشر الاتجاه، بيقرا الحركه او بيقرا ان الاتجاه سليم. ما دام طلعنا بره، لو الفرصه لسه موجوده وطلعنا بره تعتبر خروج، بما ان الاتجاه مازال صاعد يبقى الفرصه وداخل المنصه ما زالت قائمه. حلو. طيب، الان انا فين الشراء؟ لما بتبان لي اشاره زي الاشاره التي، كان السهم ده دخول هنا وكان اهدافه فوق وكان واقف خسارته، هتلاقي موجوده تقريبا 12، ادي وقف الخساره كانت 12.83، اللي هو عند الخط، شايفين الخط المتحرك ده، ده وقف الخساره. حلو، فده وقف الخساره عندي. لو انا دخلت هنا ما زلت معايا الفرصه، واقف خسرت هنا، واهدافي ليا هدفين عندي. تمام. طيب، اللي نفذ لسه فاتح منصه والسعر اقل او نزل عن السعر ده، هل ده اقدر ادخل ولا لا؟ نقدر ندخل، بس في الحاله اللي زي دي الافضل ان انت في الحاله دي تروح على الفريم الاصغر مثلا زي ده كده، وتنتظر اشاره للدخول بنفس الطريقه. يكون عندك اي علامه من العلامات اللي هي الام او الاس بي. الام دي مومنتم، او يعني في تشبع حصل. الاس بي ده سبرينج، التي تيست، تو بي دي اللي هي منطقه طلب، تو بي اللي هو نموذج التو بي. طيب، هنا عشان لو انا فرصه خلاص نزلت عليا، ايه الحل؟ انا اللي عندي، او الحل اللي عندي، ان انا انتظر اشاره يكون البوكس اللي تحت ظهر اخضر، واي اشاره من الاشارات دي ظهرت عندي بنفس الوقف ونفس الهدف اللي عليه قوي. ده في حاله ان انت دخلت، يعني مثلا خلينا ناخد مثال، انا لسه فاتح المنصه حالا مثلا، لقيت اليمامه حديد، ادي اليمامه حديد هنا والسعر نازل مثلا، فبالنسبه لي هو البار السابق، فابدا اشوف ادي هنا، اجي اقول ايوه تمام، انا عندي الان كده، ادي عندي هنا تي، وادي فوق الاب، ما عنديش مشكله، اقدر اشتغل، عندي فرصه اشتغل. وقف خسارتي موجود على الشارت اللي هو 21.2، وهدف تاني 22.8. بس هو بيقول لي الهدف الاول تحقق، ماشي، فده برضو يعتبر حالة تشبع او ان هو كتير، فببدأ ابحث عن سهم تاني. اللحظي نفس النظام، ان انا ببدأ اشتغل على اللحظي، ما دام الاتجاه مظبوط يبقى السهم الان جيد بالنسبه لي، اشوف الهدف تحقق ولا لا، يعني زي مثلا اسمنت اليوم بيتحقق. طب لنفرض ان انا دخلت فرصه الهدف لسه ما تحققش زي كده، ايه تعتبر كم، اول ما بيظهر علامه تي اهو نفس الطريقه، او علامه اس بي تعتبر كانت فرصه، يعني انا فرصه كانت عندي موجوده من هنا، استفدنا من الصعود، ده كله كان موجود. حلو، فدي الطريقه. نفس النظام، لو دخلت فرصه كان السعر نزل او كان اوت او كان خارج او كان، يعني لسه داخل ولقيت السعر نازل، بروح لفريم اقل، بيكون في الحاله زي دي بيبقى ال5 دقائق. يعني انا بالتنظيم عندي كل اللي بعمله، ادي الشاشه اليوميه، ادي الشاشه اللحظيه، بنقي الفرصه، بروح على الشارت عشان ابحث عن سعر الدخول. بالنسبه لي بيكون دي افضل طريقه، معايا قيمه الوقف، معايا قيمه الهدف، اقدر استفيد منها كامله. طيب، عشان تبقوا فاهمين النماذج مره تانية،
انت عندك النماذج عشان تبقى انت حافظينها اهو مرة تانية. انت هتلاقي النماذج هي مؤشرات اخرى، مؤشرات خاصة. هتلاقي عندكم المؤشر بتاع الهكاكة ده نموذج اسمه هكاكة، الادنى طلب واعلى طلب دي اللي هي مستويات الطلب والعرض، ده مؤشر بيرسم الطلب والعرض، مناطق الطلب والعرض. مثلا زي السوق الان كسر منطقة طلب او كسر منطقتين طلب، ودي اشارة سلبية. الماستر ايجابي او المعلم ايجابي دي عبارة عن نموذج في التشبعات، يعني نموذج زي ده التشبعات. بس نموذج زي ده بنحاول دايما ناخده مع الترند لما يكون صاعد، يعني بيكون خلاص هنا في جرين اللون اخضر هنا، اما نحن الان خلاص مثلا على الفريم اللي انا فيه دلوقتي ما يعتبرش ليه مصداقية. الباك هولدنج ده نموذج من نماذج الفوليو. التو بار ده نموذج معروف البرايس اكشن، بيكون فكرته ان انا عندي قاع بعدين ابتديت انكسرت القاع طلعت فوق القاع كسر وهم زي كده. التو بي انا اسف ده التو بي اللي هو كده، التو بار اللي هو نموذج برضو من نماذج الفوليوم. التست نموذج التست اللي هو تصحيح بفوليوم قليل وبعدين في صعود. السبرينج اللي هو برضو معروف في وايكوف اللي هو ان انا عندي رينج افقي نزلت كسرت لتحت سكرت لفوق. تشيك اوت برضو احد النماذج. التشيك اوت للمعلوميه بيظهر انا حاطه على الشارت بلون، يعني هتلاقوا التشيك اوت عندك بيظهر بالشارت بلون. الباقيين مسميات، ده مؤشر اتجاه اللحظي، ده مؤشر اتجاه اليومي، كل واحد فيهم على الشارت بتاعه عادي. تمام، ده بس باختصار ده تركيبه المنصه. طبعا انا ضايف مناطق الطلب والعرض ده مساعده، يعني هنا مثلا منطقه الطلب اللي جايه، دي منطقه الطلب اللي جايه. حلو، فده باختصار دي طريقه استخدام المنصه بشكل بسيط. كل اللي انت محتاجه انك تمشي ورا الترند ورا الحركه. في مؤشر برضو اضافي قبل ما انسى ان انا ضايفه هنا وبيستخدم على الفيديوهات الكبيره بالذات، اللي هو وقف الخساره. شايفين الخط ده؟ ده عباره عن وقف خساره متحرك طول، لو السعر نزل تحتيه يبقى ده خروج. حلو، او ده يعني انا حتى لو بضارب على ال 30 دقيقه مثلا من شويه ولقيت السوق بدا يخرج، يعني مثلا كان هنا السوق اب 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 كان اغلاق، ده كان خروج. رجعنا كده تعتبر فرص قائمه، نزلنا تحت الخط يعتبر خروج. ده اسمه وقف خساره متحرك او تريننج ستوب، بنستخدمه بكثره عندنا. ده باختصار استخدام المنصة، أتمنى تكون مفيدة، وإحنا مع بعض في الجروب.